اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم زاف ظهري محلل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. بشكل يومي بنقوم بتغطية مباشرة وجلسة صباحية لبعض، خلينا نقول، السلع والعملات الرئيسية الموجودة عندي على منصة التداول. ومثل ما تعودتوا علينا بجلسة بعد الظهر بتكون جلسة تعليمية بنمر عليها على مؤشرات معينة أو على، خلينا نقول، استراتيجيات معينة، كرمال لنكون بقرب العملاء وايضا باستراتيجيه، مش بس بالتحاليل او السيناريوهات المفترضه اللي بنقوم فيها على الرسوم البيانيه. اليوم راح اكون عم شارككم الاشي موكي، او خلينا نقول الغيمه، او الاشي موكي اللي هي طبعا التحليل الياباني اللي هو يسمى بيلقب بالاشي موكي. طبعا في عندي بعض التحاليل، خلينا نقول، او عده استراتيجيات ممكن نستعملها في الاشي موكي. بندخل على الانديكيتورز، بندخل اشي موكي كينكو هيو. من ورا ما ندخلها طبعا ممكن، خلينا نقول، بس نعدل الخطوط، خليها تكون خطوط عريضه كرمال تكون اوضح على الرسوم البيانيه. اوكي، من ورا ما ندخل الاشي موكي كينكو هيو، هذا المؤشر بيطلع بشكل، خلينا نقول، عشوائي على الرسوم البيانيه، ولكن المستثمر اللي ما بيعرف او المضارب اللي ما بيعرف شو هو هذا المؤشر طبعا بحطه، ولكن ما بيفهم شيء منه. ولكن نحن اليوم خلينا نقول عم نجرب انه نوصلكم فكره الاشي موكي وكيفيه استعمال هذا المؤشر، كرمال نكون على علم على انه ممكن نستعمل بعض المؤشرات اللي هي ممكن تساعدنا بالتداول وبفرص الاستثمار. بالنسبه لي بدي ابلش اول شيء خلينا نقول بالغيمه. الغيمه اللي هي اللي عم تشوفوها امامكم، اللي هي طبعا متالفه من متوسطات متحركه. هذه الغيمه اللي هي، خلينا نقول، بتمثل نقاط مقاومه او دعم للرسوم او للاسعار نفسها. مثل ما بتلاحظوا هون زوج اليورو دولار كان انخفض، تلامس مع هذه الغيمه اللي هي ضخمه اللي عم تشوفوها امامكم ورجع ارتد منها. بالنسبه لنا نحن الغيمه او اللي عم تشوفوه امامكم، هذه الغيمه لها لونين، مثل ما بتشوفوا عند اللون الفاتح ولون الغامق مثل هذه الحاله. طبعا هون لما يكون عندي اللون، خلينا نقول، الفاتح بكون مثل هون على سبيل المثال، بكون عندي الاتجاه عم صاعد، يعني المتوسط المتحرك، خلينا نقول، الصغير فوق المتوسط المتحرك الاكبر. اذا بنحط الماوس او الكيرسر عليها بنشوف انه هيدي اللي اسمها هون على الغيمه من ميلة فوق. خلينا نقول، خلينا نشوف شو ممكن تكون تسميه لها، لازم هلا تطلع امامنا. اوكي، ولكن ما عم تجي الكيرسر. اوكي، لكن هون اسمها السينكو سبان اي، خلينا نقول كعب الغيمه او المتوسط المتحرك التحتاني للغيمه اللي هو اسمه سينكو سبان بي. فلما يكون السينكو سبان اي، بعرف الاسامي غريبه شوي صغيره، ولكن مش ضروري نحن نعرف التسميات، ولكن لما يكون السينكو سبان اي فوق البي بنلاحظ انه الغيمه باللون الفاتح اللي هي بتكون اتجاه عم صاعد. هلا انا كيف باخذ الاشاره من الغيمه؟ لازم يكون السعر فوق الغيمه، خلينا نقول على يسار الغيمه بيكون اتجاه عم صاعد. اذا كان تحت الغيمه مثل ما عم تشوفوا بهذا الشكل هون، بتلاحظوا الغيمه باللون الغامق منه باللون الفاتح، فبكون السعر تحتها على يسارها ايضا لكن من تحت، فهذا الشيء طبعا بكون اتجاه عام هابط. بكل بساطه نحن ممكن ناخذ اول اشاره من الغيمه، اذا كانت الغيمه على يمين السعر او على يسار السعر. بهذه الحاله طبعا ممكن ناخذ اشاره من الخطوط الدعم والمقاومه اللي هي سينكو سبان اي وبي. هيدي اول اشاره ممكن اخذها من الغيمه او من الشيء ممكن نفسها. ثاني مؤشر ممكن اخذه اللي هو المتوسط المتحرك الاخضر اللي هو يلقب بالشيكو سبان، اللي هو عم نشوفه امامنا طبعا، اللي هو هيدا الخط الاخضر او المتوسط المتحرك الاخضر، اللي هو خلينا نقول معمل له شيفت تو ذا ليفت. شو يعني معمل له شيفت تو ذا ليفت؟ يعني لما ادخل انا على البروبرتيز او على شيء موكي نفسه، بعرف انه الباراميترز، انا خلينا نقول، او الشيكو سبان الموجود عندي، بتلاحظوا انه هو يعني مرجعينه 9 ايام لورا. هلا ليش مرجعينه 9 ايام لورا؟ ليكون الشيكو سبان او المتوسط المتحرك الاخضر، خلينا نقول، قبل السعر. يعني مثل ما عم تلاحظوا السعر هلا عم يتداول بهيدي المنطقه، ولكن الشيكو سبان اللي هو باللون الاخضر عم يتداول بهيدي المنطقه هون، هيدا اخر الشيكو سبان. فبتلاحظوا انه الشيكو سبان مايل، اذا بدكم، شوي على اليسار والسعر سابقه، ولكن هو بيمثل السعر. بتلاحظوا عند ارتفاع السعر بكون عم بيرتفع الشيكو سبان، ومع انخفاض السعر بينخفض الشيكو سبان. ثاني اشاره ممكن اخده من الاشي مكو او من هذا المؤشر، هي لما يكون الشيكو سبان، خلينا نقول، على يسار السعر او فوق السعر، ايضا بكون الاتجاه عام صاعد. ولما يخترق الشيكو سبان الاسعار، خلينا نقول، بانخفاض او بالاتجاه الهابط مثل هذه الحاله هون، بتلاحظوا انه الشيكو سبان كان فوق السعر ولكن اخترق السعر انخفاضا او بالاتجاه الهابط. فبهذه الحاله طبعا الشيكو سبان بيعطيني اشاره سلبيه
او نقطه بيع، على انه لازم يبتدئ السعر يضعف ونبتدئ اتجاه عم هابط. لكن هيدي تاني اشاره. هلا شيكو سبان او الشيء موكيو، هذا المؤشر كله سوا لما يكون بمرحله افقيه بتلاحظوا انه عندي خلينا نقول التفاف بشكل غير منتظم للمتوسط المتحركه، ولا ايضا للشيكو سبان، وايضا للغيمه بتلاحظوا انه عم تلتف باللون الغامق والفاتح بشكل غير منتظم. فبهيدي الحاله ما بنقدر ناخذ اشاره واضحه من الشيء موكيو، ولكن لما يكون عندي اتجاه واحد ونبتدي على سبيل المثال نقطه الفاصل، يعني مثل هيدي الحاله خليني اعطيكم مثل وين نقطه الفاصل من وراء المرحله الافقيه. المرحله الافقيه اللي دخلنا فيها هي هيدي نقطه الفاصل، هي لما تم اختراق هيدي نقطه الفاصل، لما تم اختراق الشيكو سباني اللي هو المتوسط المتحرك الاخضر ارتفاع واخترق السعر، هون عندي اشاره ايجابيه وبتلاحظوا الغيمه صارت اصبحت تحت السعر، فبهيدي الحاله اصبحت تمثل خطوط دعم. والمؤشر او الاشاره الثالثه اللي ممكن اخذها بالسعر هي المتوسط او من الشيكو او من عفوا الشي موكي، هي المتوسطات المتحركه. لما المتوسط المتحرك الاحمر يلتف او يخترق المتوسط المتحرك الازرق ارتفاعا بيبتدئ الاتجاه الصاعد، ولما الاتجاه خلينا نقول او المتوسط المتحرك الاحمر يكون عم يلتف مع المتوسط المتحرك الازرق هبوطا، مثل هيدا السيناريو طبعا هون بتلاحظوا انه بنبتدئ اتجاه عام هابط. هون اللي كان المتوسط المتحرك الاحمر اصبح تحت الازرق، فبهيدي الحاله اعطاني اشاره بيع. يعني اول اشاره بيع باخذها على انه الغيمه او السعر تم اخترق الغيمه هبوطا، ثاني اشاره باخذها على انه الشيكو سبان او المتوسط المتحرك الاخضر اخترق السعر ايضا بالاتجاه الهابط، وثالث اشاره باخذها هي انه الغيمه اصبحت فوق السعر فاصبحت عم تشتغل كنقطه مقاومه. بتلاحظوا ببعض الاوقات انه بيرتد لها السعر ولكن بكفي اتجاه الهابط. فبهذه الحالة أصبح عندي ثلاث أمور ممكن أخذ خلينا نقول إشارات منها للإشي موكي أو لهذا المؤشر، اللي هي الغيمة اللي هي المتوسطات المتحركة الأحمر والأزرق لما يلتفوا مع بعضهم البعض صعودا أو هبوطا، والمتوسط المتحرك الأخضر اللي هو الشيكو سبان لما يخترق السعر ارتفاعا أو لما يخترق السعر طبعا بالاتجاه الهابط. هول ثلاث إشارات ممكن أخذهم من هذا المؤشر. إذا بدي أخذ خلينا نقول على سبيل المثال أسعار الذهب ايضا، بتلاحظوا انه كل عمره بالاتجاه العام الصاعد اللي هو خلينا نقول ترند او البابل، بتلاحظوا انه الشيكو سبان او اللي هو الاخضر فوق السعر، يعني بهذه الحاله اتجاه عام صاعد. بتلاحظوا انه المتوسط المتحرك الاحمر مخترق المتوسط المتحرك الازرق ايضا صعودا، يعني انا بالاتجاه العام الصاعد، وبتلاحظوا انه الغيمه تحت السعر يعني عم تشتغل كنقاط دعم. بينما لما تم اختراق خلينا نقول شيكو سبان لما اخترق السعر بالاتجاه الهابط عند هيدي النقطة بالضبط اللي هي عطتني إشارة بيع، هيدي النقطة هون تم اختراق شيكو سبان المتوسط المتحرك الأخضر السعر هبوطا، عطتني أول إشارة بيع. تاني الإشارة هي لما اخترق المتوسط المتحرك الأحمر الأزرق أيضا هبوطا، هيدي تاني إشارة بيع. وتالت إشارة بيع هي لما السعر اخترق الغيمة اللي هي تعتبر كنقاط دعم أو منطقة دعم، اخترقتها أيضا أصبح باتجاه عام هابط لسعر الذهب على رسم بيان الأسبوعي، وشفنا أو شهدنا انخفاض على المدى الطويل طبعا لاستهدفنا $1000 لسعر الأونصة. بالنسبة لي طبعا الإشي موكي ممكن ناخذها على الرسوم البيانية الصغيرة مثل الأربع ساعات والساعة أيضا أقل، ولا نعرف نحن إذا بمرحلة أفقية ولا لا. على سبيل المثال هلا الذهب كان بمرحله افقيه واضحه للمؤشر الاشي موكي، هيدي المرحله الافقيه، ولكن هلا اذا في حال السعر اغلق فوق خلينا نقول الغيمه اول اشاره شراء، والمتوسط المتحرك الاحمر اخترق الازرق ارتفاعا هيدي ثاني اشاره شراء، والشيكو سبان ايضا الاخضر اخترق السعر ارتفاعا صعودا طبعا هيدي ثالث اشاره شراء. فبالنسبه لي بعد عندي انه الذهب يغلو فوق مستوى ال $1300 للاونصه على رسم بين الاربع ساعات، ونتوقع ارتفاع لسعر الذهب. فبهيدي الحاله بكون عندي ثلاث امور ممكن اخذها بعين الاعتبار لهذا المؤشر لاقدر اخذ اشاره او فرصه استثمار واضحه على الرسوم البيانيه. طبعا الاشي موكي مثل ما بتعرفوا الشموع اليابانيه، اولا هي شموع طبعا يابانيه من اسمها يعني جابانيز كاندل ستيكس، وبهيدي الحاله نتوقع ان نحن المؤشرات اليابانيه
هي على طول ممكن تعطينا اشارات واضحه جدا للاسواق، مثل ما بناخذ النمط الاحتوائي ونمط المطرقه وبعض الامور او المؤشرات او السيجنلز او الاشارات اللي بناخذها من الشموع اليابانيه. بنفس الطريقه الشيء موكي او هذا المؤشر طبعا بكبسه زر وحده ممكن ندخله على الرسوم البيانيه وبنقدر ناخذ اشارات واضحه منه بشكل عام. اذا بنطلع فيه الى لحظه اولى ممكن نعرف انه شوي صعب، ولكن اذا بندقق فيه وبنعرف كل شغله ليش بتشتغل وكيف بتشتغل وكيفيه استعمالها، نعرف انه هذا مؤشر سهل الاستعمال بغض النظر عن اذا بدكم الامور المعركجه فيها او خليني اقول الصوره او النظره الاولى، ولكن بكل بساطه عن هي بتشتغل بمتوسطات متحركه ومصنوعه من المتوسطات المتحركه وبناخذ اشارات منها. وطالما السعر خليني اقول بعده تحت الغيمة على الرسم البياني اليومي، يعني على المدى الطويل بعدنا بالإشارة البيع على أسعار الذهب، ولكن على الأربع ساعات ممكن ناخذ إشارة شراء. هذا الشيء طبعا لازم يفهمه المستثمر أو المضارب على أنه كل رسم بياني معين بيعطي الإشارة بحسب المدى اللي ممكن يدخل فيه. يعني إذا المستثمر بيشتغل على المدى الطويل وبعده بأسعار الذهب خليني أقول بالاتجاه الهابط للإشي الموكي، لأنه السعر تحت الغيمة، المتوسط المتحرك الأحمر تحت الأزرق، والشيكو سبان المتوسط المتحرك الأخضر تحت السعر. فبهذه الحالة أنا على رسم بين اليوم بعدني بضغط سلبي على أسعار الذهب ليتم أو ليصبح عندي سيناريو إيجابي، لازم نرتفع ونخترق الغايمة اللي هي فوق مستوى 1330 وناخذ إشارات شراء أيضا من المتوسط المتحرك الأخضر والأحمر يخترق الأزرق ارتفاعا. فبهذه الحالة طبعا أنا حسب المركز اللي بدخل فيه، يعني أنا إذا بدي أدخل على رسم بين الأربع ساعات بمركز شراء طبعا لازم أخلق مركز من ورا ما أخذ أرباح معينة، ولكن إذا أنا بدي أنتظر على رسم بين أسبوعي على سبيل المثال أو رسم بين شهري أو رسم بين يومي، لازم أخذ أنا إشارات واضحة على حسب المدى اللي أو خلينا نقول الأمد الوسط الطويل أو القصير اللي أنا بدي أدخل فيه على الرسم البياني أو على المركز الاستثمار اللي أنا عم فكر فيه. فبهذه الحالة طبعا ممكن أنا أخذ إشارة شراء أو بيع من الرسم البياني نفسه، ولكن حسب التايم فريم أو الرسوم البيانية اللي أنا بدي أتداول فيها، هل يا ترى بدي أدخل بمركزي بشكل سريع وأخرج منه، أو بدي أنتظر مركزي على المدى الطويل أسبوع أسبوعين، أو بدي أنتظر على رسم البياني الشهري أربع أو خمس شهور لقدام. فكل مستثمر بياخذ بعين الاعتبار رسم البيان اللي هو بفضل يشتغل عليه، او اذا كان مضارب طبعا بيدخل على رسم البيان الاربع ساعات او الساعه ليأخذ اشاره واضحه. ولكن طبعا لما يكون عندي اتجاه واضح خلينا نقول لرسم بيان معين مثل على سبيل المثال النفط هلا على الاربع ساعات اعطيني بيع. ليش؟ لانه الشيكو سبان المتوسط المتحرك الاخضر اخترق السعر انخفاضا او هبوطا، وبتلاحظوا انه السعر هون هيدا اول اشاره بيع اللي هو الاخضر اخترق خلينا نقول السعر، وتاني إشارة بيع اللي هي لما المتوسط المتحرك الأحمر اخترق الأزرق بالاتجاه الهابط، وثالث إشارة هي لما السعر اخترق الغيمة اللي هي منطقة الدعم أيضا بالاتجاه الهابط. فأنا عندي على رسم بين الأربع ساعات إذا بدي أفكر باستثمار على أسعار النفط لازم أفكر بالاتجاه الهابط وليس اتجاه الشراء. طبعا فور اختراق مستويات أو الغيمة اللي هي على مستوى 69.40 ساعتها برجع بفكر بسيناريو إيجابي لأسعار النفط. فبكل بساطة أنا بمجرد ما دخلت هذا الرسم البياني أو هذا المؤشر على الرسوم البيانية بقدر أخذ بشكل سريع إشارة شراء أو بيع، أو بعرف حالي أنا بالرسم البياني أو بالسلعة المعينة إذا هل يا ترى أنا بالاتجاه العام الصاعد الهابط أو بالمرحلة الأفقية اللي أنا طبعا عم بتداول فيها. فبهذه الحالة بنصحكم على طول قبل الدخول بمركز شراء وبيع أو قبل الدخول باستثمار معين لازم تدخلوا الإشي موكي بشكل سريع، تعرفوا أنتم بالاتجاه الواضح خلينا نقول بتاخدوا إشارة من هذا المؤشر لتعرفوا أنتم بأي اتجاه بالوقت الحالي بالسلعة أو العمل المعينة قبل دخولكم بمركز شراء أما بيع. هيدي بالنسبة للمؤشرات أو الإشارات اللي بيخدها. طبعا المتوسطات المتحركة الأحمر والأزرق ممكن يشتغلوا كنقاط دعم ومقاومة ببعض الأحيان، ولكن طبعا أنا بفضل أنه أخذ إشارة المتوسطات المتحركة لما يلتفوا مع بعضهم البعض، يعني مع اختراق المتوسط المتحرك الأصغر مع الأكبر. المتوسط المتحرك الأحمر خلينا نقول يسمى بالتينكانسان، والمتوسط المتحرك الأزرق يلقب بالكيدجونسان. يعني لما التينكانسان يخترق الكيدجونسان انخفاضا بياخذ إشارة بيع. طبعا الأسامي غريبة شوي، ولكن أنا بهمني أخذ الإشارات منها وليس طبعا التسميات. فبهذه الحالة بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا المؤشر اللي شرحت لكم إياه اليوم وبشكل سريع وبفيديو التعليمي. طبعا ما تنسوا تعملوا لايك وشير لتدخلوا بمسابقة شهر رمضان المبارك لتربحوا جوائز عديدة مع شركة تكمل من $200 وصولا إلى $25. ما تنسوا تعملوا لايك وشير أيضا لمنشور الموجود على فيسبوك على صفحة فيسبوك اللي هي طبعا بتخولكم دخول أيضا بالمسابقة. ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليمية وللمنشور الموجود عندي.
بالنسبه للتحاليل الرسوم البيانيه اليوم مثل ما قلت لكم كانت قطعت الانستنت جوبلس كلينز واجت طبعا سلبيه للدولار الامريكي، وهذا الشيء خليني اقول عطى اشاره ايجابيه لاسعار الذهب والفضه اللي هي طبعا تدين اذا بدكم اتجاه صاعد لهذا المؤشر او للفضه او للسلعه المعينه اللي هي طبعا تعتبر كمالات امن ببعض الاحيان. ولكن كنت بتوقع شوية ضعف للدولار ين بمرحلة أو بشكل أسرع، وهذا الشيء طبعا ما حصل عندي. ممكن أتوقع بعد ارتفاع بسيط للمستوى 110.55 قبل ما كفئ الاتجاه الهابط. طبعا الاسترليني ارتدت من مستويات عالية اللي هي مستويات خلينا نقول اندنج دايجونال. طبعا بكره صباحا بجلسه صباحيه رح اقوم بتحليل الاسواق الماليه واشرح لكم او خلينا نقول السيناريوهات المفترضه اللي ممكن توقع على استرليني دولار وايضا على زوج اليورو دولار، هل يا ترى رح نكفي اتجاه الصاعد او الهابط. تابعوني غدا بجلسه صباحيه الساعه 11 او الساعه 12 بتوقيت السعوديه لاشرح لكم تفاصيل الرسوم البيانيه والاتجاهات المتوقعه او السيناريوهات المفترضه اللي متوقعه بشركه تكمل مع ابرز المحللين. كان معكم جزار ظهرية من شركة تكمل، بشوفكم جلسة صباحية غدا، بتمنى لكم نهار مثمر، إلى اللقاء.